شهد منتدى المعلم الخليجي في العاصمة العمانية مسقط مشاركة كويتية متميزة من خلال المبادرات التربوية والبرامج التعليمية، وذلك على مدار يومين بهدف الاستفادة من الخبرات التربوية والتعليمية والممارسات المتميزة وتعميمها في مدارس دول الخليج العربي. تم خلال المنتدى تكريم المبادرات الكويتية تقديرا لمشاركتهم في إثراء المشهد التربوي الخليجي. بمشاركة خليجية واسعة اختتمت بالعاصمة العمانية مسقط فعاليات منتدى المعلم الخليجي الذي استضافته سلطنة عمان ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج. طبعا المنتدى المعلم الخليجي طبعا له اثر كبير على الخليجيين كاملين. طبعا انا بدات في خذيت المراكز المتقدمه في المواطنه وتحدثت عن صقل واثر الموهبه واثر الجانب الوطني والروح الوطني لدى المتعلمين. المنتدى يستهدف مديري المدارس والمشرفين والمعلمين. شهد المنتدى مشاركة كويتية متميزة من خلال المبادرات التربوية في مجالات تقويم التعلم الإلكتروني والنماذج التدريسية لمفاهيم التربية على المواطنة، بالإضافة إلى قيم التسامح وتقبل الآخر. طبعا اليوم أنا حاضرة هني الملتقى على أساس أمثل دولة الكويت وبالأخص أمثل ثانوية العدان اللي أنا أنتمي لها كمديرة مساعدة. طبعا ثانويتنا شاركت في المسابقات اللي قدموها مع المدارس الصديقة ولله الحمد طبعا مدرستنا فازت فيها، وأنا حاضرة اليوم إن شاء الله لحضور الملتقى هذا. التكريم كان شرف عظيم لي أن اختاروني على مستوى دولة الكويت وعلى مستوى دول الخليج العربي، أضاف لي نوع من المشاركة، نوع من الثقة بالنفس، تبادل الخبرات القديرة مع نخبة كبيرة من منتسبي وزارات التربية في دول مجلس التعاون الخليجي. تضمن المنتدى مجموعة من المبادرات للدول المشاركة مما يسهم في تبادل الخبرات والمهارات وطرائق التدريس وأساليب تحسين العملية التعليمية بين معلمي الدول الأعضاء. منتدى المعلم الخليجي لقاء تربويا بين معلمي الخليج لتبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في تطوير الأداء المدرسي. لتلفزيون دولة الكويت، محمد بن عبد المهري من العاصمة العمانية مسقط.